كنت في المستشفى وغالبا كان هناك عدد من المصابين بفيروس كورونا وقد صافحتهم جميعا وسأظل أصافحهم. ربما يعكس هذا التصريح بعضا من السمات التي تحلت بها استراتيجية بوريس جونسون والحكومة البريطانية في التصدي لفيروس كورونا، استراتيجية لم تأخذ الأمور بجدية منذ البداية، بل راوحت مكانها أكثر من مرة قبل أن تعمد لاتخاذ قرارات حاسمة. هذه الاستراتيجية لم تنعكس فقط في عشرات الآلاف من المصابين بالفيروس في البلاد إضافة إلى آلاف الوفيات، ولكنها انعكست حتى في إصابة جونسون نفسه بالفيروس. عانيت من أعراض خفيفة، سعال مستمر وارتفاع في درجة الحرارة، وقد أجريت اختبارا لكورونا وجاءت النتيجة إيجابية، لهذا سأعمل من المنزل وسأعزل نفسي، ولكنني سأتواصل مع فريقي وأواصل قيادة البلاد في تصديها لكورونا. وإذا كانت حالته الصحية قد تدهورت وهو ما استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة في المستشفى بعض الوقت، فإنها قد تحسنت مجدداً وخرج من العناية المركزة إلى غرفة عادية، حيث أمضى أيامه في مشاهدة الأفلام والاستمتاع بألعاب الفيديو قبل أن يغادر المستشفى إلى مقر الحكومة الريفي حتى يستكمل شفاءه بشكل كامل. مرض جونسون ربما يكون مثالاً لحال بريطانيا كلها في كيفية تعاملها مع المرض، فكما أصيب به نتيجة استهتاره في التعامل مع المرضى، ارتفعت حالات الإصابة بالمرض بشكل كبير ربما للسبب نفسه، ومعها ارتفعت أعداد الوفيات بشكل واضح تجاوزت به دولاً عديدة في أوروبا والعالم. أما الآن فبريطانيا في انتظار التعافي كما تعافى رئيس وزرائها وأن تنخفض معدلات الوفيات والإصابات. كما تشاهدون ليس هناك ارتفاع بالغ في معدلات الإصابة بالفيروس، هناك زيادة ثابتة في الأرقام، ومن الممكن أننا بدأنا نشهد تغيرا فيما يتعلق بثبات معدلات الزيادة، لكن لن نتأكد من ذلك قبل مرور بعض الوقت. أما المهم فهو أن تبقى أعداد الحالات الجديدة منخفضة، وبالتالي تنخفض أعداد من يدخلون إلى المستشفيات حتى تبقى في حدود قدرة هيئة الخدمات الطبية. وربما يكون هذا هو بيت القصيد، فهيئة الخدمات الطبية في بريطانيا رغم تاريخها الطويل وسمعتها الطيبة في العالم كله تعاني من مشاكل عديدة لا تؤهلها للتعامل مع وباء واسع النطاق مثل تفشي فيروس كورونا. لهذا كان من الضروري اتباع استراتيجية تعتمد أكثر على عدم توجه المزيد من المرضى للمستشفيات وعدم إجرائهم الاختبارات اللازمة، بل الاكتفاء بعزلهم في منازلهم لمدة أطول. لكن على ما يبدو فإن هذه الاستراتيجية قد واجهت تحديات جسيمة، خصوصا مع اتهامات عديدة للحكومة بالتباطؤ في اللجوء إلى إجراءات الإغلاق والتراخي في إجراء الاختبارات للمصابين بالفيروس. لقد نفذنا توصيات الخبراء كما استفدنا من تجارب الدول الأخرى واتخذنا قراراتنا في التوقيت المناسب المهم، الآن هو الطريق السليم للخطوة المقبلة، ومن الواضح أن إجراءاتنا ناجحة في السيطرة على الوباء، وهو ما يظهر في عدد الحالات المصابة وعدد من يتوجهون إلى المستشفيات، ويجب أن يؤمن الناس بذلك. وبينما تشير تصريحات المسؤولين الحكوميين إلى تقدم وإن كان محدوداً في السيطرة على تفشي الوباء، لا تبدو في الأفق أي مؤشرات على انتهاء الإغلاق وقرب عودة الحياة إلى طبيعتها. فالإغلاق مستمر، الحانات والمقاهي والمتنزهات مغلقة، والبريطانيون أمضوا عطلة عيد الفصح دون زيارات عائلية ودون حتى الخروج للاستمتاع بالطقس الربيعي اللطيف، أمر دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كان هناك استراتيجية محددة أصلاً لإنهاء الإغلاق والعودة للحياة الطبيعية. فالخسائر الاقتصادية تتراكم على قطاعات عدة في البلاد، وحزمة الدعم المالي الحكومية رغم ضخامتها لا تكفي، خصوصاً مع معاناة شركات عملاقة من أزمات قد تدفعها للإفلاس وتسريح موظفيها، غير أن الحكومة ما زالت تتحدث عن مساعدات لم يسبق لها مثيل لإنقاذ هذه الشركات كبيرها وصغيرها. البنوك تبذل أقصى جهدها لمساعدة المملكة المتحدة خلال هذا الوقت الصعب، بما في ذلك تقديم إجازات من سداد القروض العقارية وزيادة فترات السماح المالي.
كما تم تقديم قروض مالية للمتضررين من جراء تفشي فيروس كورونا. وقد طلب وزير المالية محافظ بنك إنجلترا من البنوك أن تحرص على وصول الأموال إلى مستحقيها. الأرقام أيضاً تتحدث عن انكماش في الناتج الإجمالي المحلي بمقدار 25%، وهو ما دفع الكثيرين لتشبيه ما يحدث الآن بما حدث عام 2008 من انهيار اقتصادي واسع النطاق، أمر حدا بالكثيرين لمطالبة الحكومة بأن تسارع بالتخطيط لاستراتيجية أوسع نطاقاً لما بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، استراتيجية لا يشوبها التردد كما حدث سابقاً. هناك أسئلة مهمة تتعلق بالتخطيط للمستقبل وبالخطوة المقبلة، فنحن نعرف أن المصل لن يكون جاهزاً قبل عام على الأقل إذا بدأت أعداد الحالات في الانخفاض، فماذا نحن فاعلون؟ لهذا دعوت البرلمان للانعقاد مجدداً ولكي تبلغنا الحكومة باستراتيجيتها لإنهاء الأزمة خلال شهور 12 المقبلة. وبين الحكومة ومعارضيها تتبدى فصول أخرى للمأساة في المجتمع البريطاني المعروف بارتفاع متوسط الأعمار فيه بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس أيضاً حتى في إحداث تباعد بين أفراد العائلة الواحدة. فهنا في مركز رعاية المسنين هذا لم تتمكن هذه المرأة من زيارة أمها بعد أن أغلق المركز بشكل كامل لحماية النزلاء من التقاط فيروس كورونا. أنا سعيدة أنها تقبلت الأمر، كنت أخشى أن يثير أعصابها عدم قدرتي على الدخول إليها. حتى العاملون في هذا المركز لم يعد الدخول والخروج مسموحين لهم، فقد انتقلوا للإقامة هنا، وهم يبذلون كل ما في وسعهم للترفيه عن النزلاء الذين لم يعد بمقدور أبنائهم زيارتهم والاعتناء بهم. إنهم عائلاتنا أيضاً، سأفعل كل ما يمكنني لمساعدتهم كما أتمنى أن يفعل آخرون لعائلتي. بعض المقيمين هنا خاضوا حروباً ودافعوا عن بلادنا، لهذا فإن ما نقدمه لهم جزء من رد الجميل. ورغم ذلك فإن معدلات الإصابة بالفيروس بين نزلاء هذه المراكز والعاملين فيها آخذة في الارتفاع، ولا يستطيع الأهل والأقارب حتى الاطمئنان عليهم بسبب قواعد الحجر الصحي الصارمة. وبشكل عام تبقى تجربة بريطانيا في التصدي لكورونا قيد الدراسة، التوقعات تشير إلى أنها قد تكون من أكثر الدول التي تشهد وفيات بسبب الفيروس، إضافة إلى خسائر اقتصادية جمة وشروخ في بنيتها الاجتماعية، بل وحتى في تغير واقعها السياسي. لكن البريطانيين كما توقعت ملكتهم يبدون واثقين أنهم سيخرجون من الأزمة أقوى وأكثر بأساً، وسيتذكرون لحظات الأزمة بالفخر والاعتزاز، خصوصاً لحظات التضامن والصبر. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.